الدقيقين العربيين الإفريقيين، المنتخب المصري والمنتخب الجزائري. الكرة للمنتخب المصري الآن. لا فما جي باسيف، ما رفعوش يديهم، ما رفعوش يديهم لأنه الأوفينومال عرف وقتاش ياخذ الوقت المستقطع. أحمد الأحمر يلعب مع محمد علاء، محمد علاء وفما فما تدافع، فما تدافع بالاثنين، فما تدافع بالاثنين وظل يمشي يخرجهم الزور، يظل يمشي يخرجهم. قول ما فما شيء الحكم، قول ما فما حتى شيء، فما دفاع وفما ما حبش يكسر لعب كوري بالي، لكن ظل يمشي يرفعوا يديهم الحكام الآن لأنه الكرة طالت أكثر من لازم. دقائق أخيرة، ثواني الأخيرة وأنا أقول ثواني أخيرة. ثم سبعة أمتار، سبعة أمتار دفاع في المنطقة، سبعة أمتار دفاع في المنطقة. هذه إضافة متاع اللاعبين الخبرة بصراحة. المراوغة كانت جيدة رغم أنه المراوغات دائما واضحة متاع حسين زكي، واللي جاء عمل التغطية بلقاح بن قاسم فلاح هو اللي كان خلف المنطقة. سبعة أمتار تغيير، تغيير الحارس خالد غمال، خالد غمال يدخل. هيا خالد، هيا خالد. مباراة ما كانتش سهلة بصراحة على الجانبين. سوسا كاس تحكي مع خالد ان بيريون فينال، يتأب يتأب كما يقولوا في مصر. سباس وساكاس، حذاري من احمد، احمر الاحمد غاغمو يراطي، احمد غاغمو الاحمد يراطي. يسجل احمد الاحمر بعمليه فنيه 40 ثانيه امام المنتخب الجزائري او اقل لتعديل النتيجه. الحكام ما يوقفوش الكره، ما يوقفوش التوقيت، ما يوقفش التوقيت، لكن الان وقت مستقطع ياخذ المدرب صلاح بوشكري. وقف شو الوقت ويمشي؟ لا 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 يرجع الوقت اكيد، لانه النقاشين عندهم الوقت الصحيح. ثواني اخيره، 25 24 المنتخب المصري المنتخب الجزائري مقابله الدور النصف النهائي. المشاهدين انا لو طابلو هذاك لو كرونوميتر ما راهوش لي المباراه، ما باش نكونفيرمي المشاهدين بلي انا رجع ورجع الوقت، رجع 6 ثواني، كانوا 6 ثواني. نعم راهي 29 دقيقه و 29 ثانيه و 31 دقيقه، نصف دقيقه تفصلنا على نهايه المباراه. إذا المنتخب الجزائري باش يركز ويحاول أن يكون هادئ فإنه باش يوصل للمرمى المصري، إذا باش يتسرع وباش يحاول أنه يسدد في آخر وقت فإنه باش يكون بصراحة مش باش تعطي نتيجتها للمنتخب الجزائري. هذه توصيات نتصور نتاع المدرب بوشكريو أنه يحاول يلعبوا بهدوء ويحاولوا يوصلوا للمرمى المنتخب الجزائري بعد عملية فنية مش بطريقة اندفيدوال أو بطريقة فردية. والمنتخب المصري من ناحية يلبس دوسار رقم 11 مكان الحارس، مكان الحارس باش يدخل خاطر ساباس وساكاس، ونعدلوا النتيجه وتروحنا على بالي ماركو دوزيام بيوت. ساباس وساكاس لكن مقابله وفيه للتقاليد، هذه تقاليد الجزائر مصر دائما المباراه ما فيهمش واحد رابح قبل وقته، او ما فيهاش برونستيك مسبقه، ما فيهاش فرضيات وفيهاش نتائج مسبقه. ما نحبش نشوف، ما نحبش نشوف، ما نحبش نشوف، ما نحبش نشوف بالنعلي. رجل لرجل يرسم الاخطاء الان. فوت 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 وي 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 المنتخب الجزائري، الجزائر في الدور النهائي، الجزائر في الدور النهائي. الله اكبر، الله اكبر. سيناريو، سيناريو غريب، سيناريو غريب، سيناريو غريب صراحه، سيناريو غريب للمنتخب الجزائري بصراحه، سيناريو ولا اروع ولا احلى للمنتخب الجزائري. ارد لك للمنتخب المصري بصراحه، المنتخب المصري لعب بالنار اليوم، المنتخب